اليوم راح نتكلم عن عدات الإيتامين cross stitch. تجيني وايد أسئلة من الزباين بخصوص عدات الإيتامين الموجودة بالمحل، فأنا راح أفتح لكم عدة موجودة عندي عشان تعرفون شنو طريقتها أو شنو نوعيتها، صعبة سهلة. طبعا في البداية كل عدة هو راح يكون وياها خيط وقماش وإبرة وبترون. طبعا الحين بالنسبة حق هذه العدة هذا البترون، في بعضهم مو كلهم يحطون لكم هالأوراق أساس لما تخيطون تقدرون تحطون عليهم الخيوط عشان لا يتخربط الألوان ويا بعض. وهذا القماش، طبعا الفرق بين عدة وعدة، لو تلاحظون هذا القماش تشوفون هذيل الفتحات، هذيل اللي راح نشتغل عليهم المسافة بينهم. طبعا في 14 16 و18، كل ما كان الرقم أكبر كل ما كان القماش فتحاته أصغر. فالحين هذا هو الألوان المفروض نحتاجها والقماش، وشفتوا هذاك اللي هم يسمونهم dividers. وبالعادة دائما أغلب الأوقات مرات يكون بروح الإبرة، يكونون حاطينها لكم بهالطريقة على البترون نفسه عشان لا تضيع. أوكي، في بعض الزباين يحبون إنه بما إنه فيه هالأوراق أول شيء يقسمونه، بمعنى إنه يقسمون الألوان ويحطون كل الألوان المشابهة ويا بعض. طبعاً طريقتهم سهلة ما يبي لها شيء، يعني مثلاً أنا الحين اخترت مثلاً لون رمادي، بس خلي أشيل هاللونين. مثلاً اخترت هذا اللون، راح آخذ الكارد بورد. طبعاً هذا حتى إذا ما حطوا لكم إياه تقدرون انتو تسوونهم بنفسكم وعادي يعني، بس المهم يكون شوي ورق مقوى عشان لا ينشق. فالحين هذا الخيط قسمته بالنص، خذيت الخيط وحطه بهالطريقة وشد الخيط، سهل ما يبي له شيء. اوكي، الحين هذا البترون، طبعا في البترون اللي تحاتونه انه ما تعرفون شلون تخيطون، اما راح احطون لكم بالتفصيل الممل شلون الطريقة، بمعنى تشوفون هني تبدؤون بجهة وتسوون جهة العكس، أهم شيء دائما نفس الاتجاه. وهذا الباك ستيتش حق بعدين فلا تحاتون. الشغلة الثانية لازم تعرفونها بالبترون الألوان، فدائما مرات يكون ملون مرات يكون لا، كل لون كاتبينه هني حاطين رقمه عشان إذا سبحان الله ما كفى، بس المفروض يكفي في كل عدة ورمزها. فهني لما أشوف مثلا في هذا الرمز أدوره هني راح أعرف شنو اللي يعني أي واحد فيهم، اللي هو هذا لون الكوفي لون القهوة. وبعدين راح تلاحظون إن نفسه في أكو خطوط غامجة وكذي منقط مخطط، تقدرون تاخذونه من هني تعرفون أي لون تستخدمون بالباكستج. أهو بس أهم شيء بالنسبة لكم إن تشوفون لما تبون تخيطون هل راح تستخدمون واحد كامل بهالطريقة، ولا هل راح تحتاجون انكم تقسمون الخيط. راح يذكرون لكم بالبترون اذا يحتاج مثلا اثنين او ثلاثة حسب عدد الحبات اللي يعني كم ستراند على قولتهم تحتاجونه بس. وهذا هو الاساسيات. انزين من وين نبدأ؟ يعني هل نبدأ من تحت من فوق يمين يسار؟ لو تلاحظون على البترون اكو في كذي سهم هني وسهم هني، تقدرون بالقلم او حتى بالابرة او بايدكم تمشون عليه وتشوفون وين بالضبط نص البترون، فبعدين راح تعرفون وين مكانه، تشوفون شنو العلامة اللي موجودة مثلا علامة الشخطة. فراح اروح هني وادور علامة الشخطة وبعدين راح ابدأ اشتغل عليه. طبعا هو ما في علامة شخطة، هذه الشخطة هو التنقيط مال هذا. فأحسن شيء أقرب شيء شنو، خلي أشوف مثلا ما في بالضبط بالنص، فأخذ أقرب واحد اللي هو هذه العلامة مثل دائرة فيها كذي، فهني اللي هي هذه اللي هو لون الأزرق راح أبدأ فيه. لما أي بالنسبة حق القماش نفسه راح هو مرات مقسم بس مرات ما يكون بالضبط، تتأكدون إنه بالضبط. طبعا تحطون الخيط على الإبرة، أنا بس عشان بوريكم الطريقة ما راح أطبق فعلي. تشوفون هني وين هذا بالنص أحط الإبرة فيها، أو لأن هني أساسا ترك أثر فأقدر إني أنا بس أفتحها وراح أعرف وين راح أبدأ.
أو تقدرون أنكم بالقلم الرصاص تحطون علامة. هنا أنا بس بوريكم شلون راح يدخل. عادي تدخلون الإبرة، تدخلون الإبرة، طبعا تخيلوا إن في خيط تسحبونه وتردون تسوون الغرزة تردونها داخل. طبعا في حال حسيتوا إنه إلا وايد صغير وهالأشياء، عندنا مكبرة تنحط على الطاولة، طلبوها ساعدكم. إن شاء الله استفدتوا من هذا الفيديو، هذا بس فيديو مبسط يبين لكم شلون الطريقة إذا حبيتوا تاخذون من عداتنا. لا تنسون اللايك والسبسكرايب. شكرا لمتابعتكم.